مناهج من النوع الأول من المنهج الوصفي. الآن النوع الثاني وهو منهج الدراسات المسحية. إذا كنا شفنا في المنهج في النوع الأول اللي هو تكلمنا فيه على دراسات الحالة، هذا المنهج ديال الدراسات المسحية هو نقيض للمنهج ديال دراسة الحالة، لأن دراسة الحالة يعتمد على دراسة وحدة من وحدات الظاهرة. أما منهج الدراسات المسحية وهو النوع الثاني اللي كنتكلم عليه الآن، هو الذي يهدف إلى دراسة جميع وحدات الظاهرة، عينات الظاهرة. مثلا غادي نقولوا غادي ندرسوا جميع الأسر في مدينة الدار البيضاء أو في مدينة المحمدية. هنا كنوليو أمام منهج يسمى بمنهج الدراسات المسحية، يعني كنقوموا بواحد المسح شامل لكل الأسر التي تعاني من ظاهرة التفكك الأسري مثلا، إذا كان هذا هو موضوع الدراسة. فهنا الدراسة أو المنهج المستعمل هو منهج دراسة الكل، وبعد ذلك يمكن أن نصل إلى نتائج معينة. وطبيعي جدا أن النتائج في الدراسات المسحية تكون أقوى حجة وأقوى قوة من حيث النتائج المتوصل إليها من دراسة الحالة، لأن هنا كتكون عندك مثلا خديتي واحد المنطقة، مثلا حنا كنتكلموا في المحمدية، خدينا الأسر كلها اللي كاينة في المحمدية وكتشترك في هذا الموضوع مثلا ديال التفكك الأسري، وحنا جينا ودرسنا كل أسرة من هذه الأسر، وغادي يمكننا نوصلوا إلى نتائج معينة. تلك النتائج من دون شك غتكون أفضل من النتائج ديال أننا خدينا غير واحد أسرة وحدة ودرسناها وعممنا النتيجة ديال تلك الدراسة على جميع الأسر. ولهذا يعتبر منهج الدراسة المسحية أحد المناهج الأساسية التي يتم استخدامها بشكل متكرر، وهو الأكثر شيوعا من المناهج الأخرى. لماذا؟ لكونه المنهج الأكثر شمولا الذي يهدف إلى جمع البيانات وتحليلها وتفسيرها للوصول إلى تصنيفها وتفسيرها من أجل الاستفادة منها مستقبلا. إذا هذا النوع الثاني من أنواع المنهج الوصفي. النوع وهو منهج دراسات النمو والتطور، وهذا المنهج يتناول العلاقات المتبادلة بين الظواهر مع تسليط الضوء على المتغيرات التي تحدث بمرور الزمن. إذا الذي يميز هذا المنهج أو هذا النوع الثالث من أنواع المنهج الوصفي وهو أنه منهج على امتداد الزمن. إذا كنا كان في المنهجين السابقين، سواء المنهج ديال دراسة الحالة أو الدراسات المسحية، أننا كندرسوا الظاهرة في زمن معين، كنقولوا التفكك الأسري في سنة 2020، يمكن أن نربطوه بعد الوباء والتأثيرات ديالو على العلاقات الأسرية والحجر الصحي، لا ممكن كلها عوامل تؤثر في هذه الظاهرة الاجتماعية. لما كنستعملوا منهج دراسة النمو والتطور، هذا المنهج أولا يتميز بواحد النفس طويل في الدراسة، زمنية الدراسة تكون زمنية طويلة جدا، فيلاحظ يمكن يقوم بدراسة هذه الظاهرة يعني على امتداد زمني، يعني نقول مثلا هذه الأسرة منذ تأسيسها إلى ما بعد 20 سنة مثلا. طب الحال غادي نشوفوا هذا التطور اللي كيوقع في هذه الأسرة، أن الأب أن الزوج والزوجة ولا عندهم ولد أول، سواء كان ذكرا أم أنثى، وبدات كتظهر عندهم الظاهرة مثلا ديال التفكك الأسري، باش نبقاو دائما في مثال واحد.
كندرسوا هذيك الأسرة في هذه الوضعية، ثم بعد سنتين أخرى أو بعد سنتين زاد عندهم واحد الولد آخر، ولقينا بأن ذاك التفكك مازال حاضر، وكنلاحظوا ذاك الازدياد العدد ومدى التأثير ديالو على التفكك، واش زاد فاقمو أو لا قلل منه. فإذا هنايا لما كندرسوا هذه الأسرة ما درسناهاش في سنة واحدة، بل درسناها على امتداد ثلاث سنوات، السنة الأولى اللي فيها الولد الأول، وتزاد سنتين باش تزاد الولد الثاني، ويمكننا ندرسوها على بعد 20 سنة، لأنه في هذيك مثلا اللي بقينا غير في نفس الحالة، الولد الأول تزاد في السنة الأولى، من بعد سنتين تزاد عندنا واحد الولد الثاني، يمكن يكون ذكاء يمكن يكون انثى، وهذا الشيء هو كيتخذ بعين الاعتبار. اذا كان المولود الاول ذكر والمولود الثاني ذكر، راني نشوفوا شنو التاثيرات اللي كتوقع. اذا كان المولود الاول ذكر والمولود الثاني انثى او العكس، كنشوفوا شنو هي التاثيرات لما كيكون اختلاف الجنسين، جنس الولد. ثم كيولي عندنا واحد المتغير اخر اللي هو متغير السن. هذاك الولد اللي كان عنده اللي تزاد في السنه الاولى، من بعد سنتين غتولي عنده، غتكون عنده سنتين، والاخت ديالو او الاخ ديالو اللي غادي يتزاد غادي يكون عنده، غادي يكون هو فايتو بسنه. فهنا تفاوت السن ما بين الاولاد قد يكون احد المتغيرات المتاثره على الظاهره المدروسه. فإذا خصوصية هذا المنهج اللي هو منهج دراسة النمو والتطور، وهو أنه عنده واحد الزمنية طويلة في البحث والدراسة، ما كتكونش قصيرة، هذه الخصوصية الأساسية ديال. إذا هو منهج يتناول العلاقات المتبادلة بين الظواهر مع تسليط الضوء على التغييرات التي تحدث بمرور الزمن، ويتضمن هذا المنهج طريقتين. الطريقة الأولى هي طريقة طولية عبر وضع الملاحظات المنظمة وقياسات المتغيرات، والطريقة الثانية طريقة عرضية. إذا لما كنتكلموا على الطول، يعني كاينة عمودية، فكتكون الدراسة على هذا النسق، نسق عمودي، نسق طولي، يعني من الفوق وحنا نازلين، أو لا طريقة عرضية أفقية، فكتدرس الظاهرة في امتدادها العرضي وليس الطولي. والطريقتين معا لكل من طريقتين خصوصيتهما، وتؤدي إلى نتائج قد تكون متقاربة أو مختلفة فيما بينها. كخلاصة، أنواع المنهج الوصفي هي ثلاثة. قلنا منهج دراسات العلاقات المتبادلة، وقلنا منهج دراسات المسحية، وتحدثنا عن منهج دراسة النمو والتطور. في منهج دراسة العلاقات المتبادلة قلنا هو ينقسم إلى قسمين، منهج دراسات السببية المقارنة ومنهج دراسة الحالة. ولقينا بأن هذا منهج الدراسة السببية المقارنة كيمكن يتم 4 ديال الطرق، إما طريق الاتفاق أو طريق الاختلاف أو طريقة التغيير النسبي أو طريقة التلازم. المنهج الآخر الثاني وهو منهج الدراسة المسحية، وتكلمنا عليه لأنه هذا هو اللي كيقصد دراسة جميع وحدات الظاهرة موضوع الدراسة. وكاين المنهج النوع الثالث وهو منهج دراسة النمو والتطور، وقلنا هذا أيضا يتم بطريقتين، الطريقة الطولية والطريقة العرضية. أهداف المنهج الوصفي، المنهج الوصفي له 4 أهداف. أولا هو تجميع البيانات اللازمة للإجابة عن التساؤلات المطروحة حول الظاهرة محل الدراسة باستخدام عدد من الأدوات، مثل الاستبيان، يعني كتكون واحد الاستمارة كتوزع، أو الملاحظة، يعني أن الباحث يراقب الظاهرة ويسجل ملاحظاته عليها،
أو للمقابلة الشفوية التي تقع ما بين الباحث وما بين أفراد الظاهرة. إذن الغرض هو أننا نجمع أكبر قدر من البيانات الضرورية لتمكيننا من تحليل التي عندما نحللها تمكننا من الوصول إلى نتائج. وطريقة جميع هذه البيانات إما بطريق توزيع واحد الاستمارة اللي كنسميه الاستبيان، أو لا أن الباحث يلاحظ الظاهرة عن بعد ويسجل ملاحظاته، أو أنه يتصل بشكل مباشر مع أفراد الظاهرة. هذا الهدف الأول. الهدف الثاني تناول الظاهرة بصورة مفصلة لكي يسهل استيعابها. لهذا احنا تحدثنا في البداية في التعريف قلنا الوصف الدقيق والكامل للظاهرة، لأنه كلما أحطت ووصفت الظاهرة توصيفا دقيقا وشاملا إلا سهل عليك استيعابها. وهذا هو اللي ذكرنا القاعدة المنطقية على أن الحكم عن الشيء فرع عن تصوره. فإذا كان عندك تصور كامل الحكم أيضا غادي يكون كامل. إذا كان عندك تصور ناقص طبيعي غتكون الأحكام اللي غتوصلها موصوفة بالنقص. ثالثا الهدف الثالث وهو التركيز على وصف الظاهرة نفسها دون التأثر بعوامل أخرى، لأن خاصة الظواهر الاجتماعية هي مرتبطة فيما بينها وتؤثر وتتأثر. ولكن لما كتبغي توصف واحد الظاهرة كتجتهد ما أمكن على ذكر الأوصاف والتوصيفات المتعلقة بالظاهرة دون غيرها. الهدف الرابع وهو التعميم بهدف استخلاص أحكام ونتائج نهائية لتطبيقها على كافة جوانب الظاهرة المدروسة وما يشابهها. فإذا عملنا دراسة على ظاهرة التفكك الأسري في مدينة مثل المحمدية، هذا المنهج يمكننا أن نعمم نتائج الدراسة على المناطق القريبة أو المماثلة أو المشابهة في ظروفها لمدينة المحمدية. فإذا هذه هي الأهداف الأربعة للمنهج. الخطوات، خطوات هي سأذكرها سريعة، ثمان خطوات. أولا أول ما يقوم بالباحث أنه يقوم بجميع البيانات كما قلنا، إما بالاستبيان وإما بالمقابلة وإما بالملاحظة. ثم المرحلة الثانية يحدد المشكلة، ما هي المشكلة؟ لأنه أنا عندما أريد أن أدرس أسرة فالأسرة لها تجليات متعددة وتعج فيها القضايا بشكل متعدد، فأنا أحدد المشكلة التي أريدها. فمثلا كيمكننا داخل الأسرة كيمكننا نتكلموا على السعادة، كيمكننا نتكلموا على الصحة، الصحة داخل أسرة معينة، كيمكننا نتكلموا على النجاح المدرسي داخل أسرة معينة، كيمكننا نتكلموا على التفكك الأسري. فإذا لما كنشوف أنا واحد الأسرة معينة أقول مع نفسي كباحث ماذا أريد أن أبحث، فلا بد وأن أحدد المشكلة. واش أنا غنبحث على في الحالة الصحية ديال تلك الأسرة، أو لا في الحالة المادية ديالها، أو لا في الحالة النفسية ديالها، أو لا في حالة السعادة ديالها، أو في حالة الفقر ديالها. كنقول شنو هي المشكلة؟ أنا اختاريت غادي نبحث في مشكل التفكك الذي تعاني منه هذه الأسرة. قد تكون تعاني من مشكلات أخرى، لكن المنهج الوصفي كيقتضي مني أنني نحدد المشكلة بالتحديد باش يمكن لي نوصفها واحد التوصيف دقيق، وإلا إلا بقيت في العموميات ما غاديش نوصل إلى حلول وإلى معطيات واستنتاجات دقيقة. تدوين الافتراضات والملاحظات. إذن لما كنحدد المشكلة كنبدأ نفترض، مثلا كنقول ربما يعود سبب التفكك الأسري إلى أن حجم السكن والضيق يؤدي إلى التفكك الأسري. فإذا كنبحث لما كنمشي كنشوف واحد العدد من الأسر، كنشوف إلا كانوا هاد الأسر كلهم اللي درستهم كيعانيوا من التفكك الأسري، ولقيت بأنهم كلهم كيسكنوا في مساكن ضيقة مثلا، كيمكن يكون مثلا بيت مع الجيران والأسرة كلها كتعيش في نفس البيت، من فيه المطبخ وفيه النوم
وفيه تتجمع الأسرة بكاملها. هل لحجم الأسرة، حجم مسكن والسكن، تأثير على ظاهرة التفكك الأسري أو لا؟ هذا افتراض. يمكن نفترض افتراض آخر، أنني نقول مثلا أن هذا الأسر، أن الأب العمل دياله غير قار، وما المدخول الذي يجنيه من هذا العمل هو مدخول لا يكفي لاحتياجاتهم الضرورية، فربما هذا الفقر هو الذي أدى إلى هذا افتراض فرضية. ولكن ملي كنحدد شنو هما الافتراضات الممكنة التي تؤدي إلى التفكك الأسري كموضوع للدراسة، أعمل على فحصها بعد ذلك لبيان مدى صدقية هذه الافتراضات. لأنه يمكن لنا غنلقاو بأن أسرة كتسكن في واحد المسكن اللي هو كبير، وما عندهمش هذا المشكل ديال الضيق، وكل واحد عنده غرفة ديالو مستقلة مجهزة، والأب وبالتالي عنده كيعاني من التفكك الأسري. إذن ليس بالضرورة أن حجم المسكن هو السبب الرئيسي للتفكك الأسري، بدليل أنه لقينا أسر عندها حجم سكن واسع ومع ذلك تعاني. على كل حال، أن الباحث كيوضع واحد مجموعة ديال الافتراضات بناء على مجموعة من الملاحظات، ثم كيحدد العينة، غادي نشتغل على أسرة واحدة أو لا غنشتغل على 10 الأسر، هاد الأسر فين غيكونوا، واش وسط اجتماعي غني، وسط اجتماعي متوسط، وسط اجتماعي فقير، واش كيسكنوا في حي شعبي أو لا كيسكنوا في حي راقي. كنحدد، لابد تحدد العينة، وغتقول أنا غنشتغل على 500 أسرة أو لا 600 أسرة، لابد وأن تحدد العينة. الخطوة الخامسة أنك لابد تبحث عن المصادر والمراجع، لأن هذا شيء مرتبط بالدراسات السابقة. هل سبقك أحد في دراسة هذا الموضوع بالشكل الذي تريده أنت؟ خصني نرجع لهذه المصادر، لهذه المراجع اللي تناولت نفس الموضوع، ونقراها ونطلع عليها حتى أستفيد من تلك التجربة لأطور البحث العلمي في هذا الموضوع. كذلك نطلع المصادر اللي هي مصادر استقاء المعلومات، مثلا المندوبية ديال اللي غنلقاو عندها المعطيات الرقمية ديال المتعلقة بعدد السكان، المتعلقة بالكثافة السكانية، المعلومات المتعلقة بالنمو الاقتصادي، أمور كثيرة، المعلومات التي تصلح لاستعمالها في معالجة الظاهرة. سادسا، استعمال أدوات جمع المعلومات المناسبة، كما تحدثنا عن المقابلة، تحدثنا عن الاستبيان، كاين الاختبار، كاين الملاحظة. تصحيح ومعالجة المعلومات بطريقة دقيقة، يعني هذا واحد التصحيح اللي هو تصحيح مستمر. كنكون انطلقت بناء على واحد المعطيات معينة، ولكن أثناء البحث بان لي بأن هذيك المعطيات اللي انطلقت منها ما كان صحها، فكنعاود نصحح المعطيات ديالي، وكنعاود نراجع وكنختبر، هذا هو اللي سمينا الاختبار، كنختبر الفرضية في ضوء المعطى الجديد. ثم أخيرا، تفسير وتحليل النتائج بطريقة صحيحة توضح دورها في إطراء المعرفة العلمية بالظاهرة المدروسة. ما هي مميزات المنهج الوصفي؟ غادي نتحدثوا على 4 مميزات. أولا، عدم تأثير خبر الخبرة والتجارب ديال الباحث على نتائج البحث. هذا المنهج الوصفي كيحاول ما أمكن أن الباحث يعمل واحد نوع من المسافة بينه وبين الظاهرة المدروسة، حتى لا تؤثر تجربته الشخصية على الدراسة. كيمكن يكون هو من نفس الوسط ديال الأسرة مثلا اللي غادي، اللي هي موضوع الدراسات، هو نفسه عاش نفس الظروف، ولكن مع ذلك ينبغي أن يتجرد وأن يكون توصيفه توصيفا موضوعيا. الميزة الثانية، أن هذا المنهج الوصفي كيعزز روح المشاركة بين الباحث والمبحوث، لأن في المناهج الأخرى كيكون الباحث مستقل كيشتغل بعيد عن الظاهرة، لكن في المنهج الوصفي الباحث كيشتغل مع المبحوث عنه.
كما قلنا كيعمل واحد الاستبيان وكيعطيه لهم كيملؤوه كيتلاقى معاهم في إطار مقابلات شفهية وكيسجل معاهم حوارات ويناقشهم من خلال المقابلات. فإذا كاين واحد العلاقة ديال التشاركية ما بين الباحث وما بين المبحوث، أن هذا المنهج كيساعد على تطوير مهارات الباحث وخبرته وتحسين قدرته على معالجة المشكلات وإيجاد حلول وبدائل بسهولة. طبيعي جدا أن هذا المنهج الوصفي خاصة في البحوث ذات الطبيعة الاجتماعية كيستفاد منه الباحث، لأنه كيتلاقى مع ناس أشكال وأنواع وعقليات، فهذا يغني تجربته مما يفيده سواء في دراسة المشكلة أو في دراسة مشكلات أخرى. كذلك أن هذا المنهج الوصفي يعتبر أحد الأساليب الناجحة في تجميع البيانات والمعطيات الكمية والرقمية. نختم بالحديث عن عيوب هذا المنهج، نحددها في ثلاثة. أولا، صعوبة استخدامه في تحليل ووصف جميع الظواهر. هذا المنهج الوصفي لا يصلح لمعالجة جميع الظواهر. كاين ظواهر كيمكننا نطبقوا فيها المنهج الوصفي، وكاين ظواهر ومشكلات ما يمكنش نطبقوا فيها المنهج الوصفي. فإذا هذا أحد العيوب ديالو، أنه يصلح في قضايا ولا يصلح في قضايا أخرى. ثانيا، أن المنهج الوصفي لا يعطي للباحث المرونة الكافية لفهم المشكلة أو الظاهرة المعروضة بشكل كامل. لماذا؟ لأنه الباحث كيكون عليه ملزم باش يتعامل مع الظاهرة كما هي، فبالتالي ما كيتدخلش هو في الظاهرة ولا يؤثر في الظاهرة، وإنما يصف الظاهرة انطلاقا من المسافة التي بينه وبينها. أخيرا، أن هذا المنهج من العيوب ديالو كيعطي واحد الإمكانية ديال التحيز للباحث في النتائج المتوصل إليها، نتيجة لعدم استخدام التحليل الإحصائي في اختبار الظواهر. لأنه الباحث عندما يختار واحد العينة معينة ويجعلها هي العينة موضع الدراسة ثم ينطلق في التعميم، هنا ما كتكونش النتائج في هذاك المصداقية وذاك الوثوقية الكاملة، فهنا كيولي واحد نوع من التأثير الباحث على النتائج. في الأول لما كيدرس الظاهرة الوحدات ولا العينة المدروسة، هنا كيكون كيعطي ما كيكونش كيدخل، لكن لما كيولي كينتقل الى مرحله ديال التعميم، هنا كيمكن يكون واحد النوع من التحيز اللي كيفقد هذيك الاستقلاليه ديال علاقه الباحث بالظاهره المدروسه. اذا بهذا